مساء الخير. النهارده امسيتنا الثانيه في مؤتمر الاول لجروب اثار وحضاره مصريه بعنوان الاتونيه والعمارنه. يشرفنا الليله الاستاذ الدكتور فاروق اسماعيل، الاستاذ بجامعه برلين الحره المانيا والاستاذ بجامعه حلب سابقا. حاضرنا امس عن رسائل كان العمارنه، والليله سوف يسرينا من علمه الغزير عن العلاقات الدوليه في فتره العمارنه. فليتفضل. شكرا الأخ العزيز الدكتور باسم الشرقاوي. تتمة للقاء أمس، ندخل اليوم أكثر في تفاصيل العلاقات بين تلك الممالك الكثيرة من حيث العدد التي أتينا على ذكرها أمس. قبل ذلك أنوه إلى أمرين. الأول، أني لمحت اسماً أريد أن أرحب به، ذكرته أمس، هو الدكتورة شيراز حميدان، رئيسة قسم الآثار في الجامعة اللبنانية، تتابع معنا اليوم، وهي كانت على حد علمي أول من اهتم برسائل العمارنة منذ سنة 1998. مساء الخير الأمر معالي الثاني، شيراز، لازم ارحب بيها يا دكتور بعد اذن حضرتك. تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا على الجروب والمؤتمر. شكرا لكم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، اتفضل يا دكتور. الامر الثاني هو اننا اليوم سنتحدث عن العلاقات الدوليه في منطقه الشرق القديم، و ستلاحظون بالتأكيد أن هناك ظلالاً من أمس ما زالت باقية اليوم. ما سنتحدث عنه عن القرن الرابع عشر قبل الميلاد، ستجدون مقارنات طريفة بين واقعنا الحالي أو على الأقل في السنوات الأخيرة ومع ما حصل في ذلك الزمان. لا أريد أن أتحدث في السياسة، ولكنكم يمكنكم التفكير قليلا من قبيل المقارنة. كما ذكرت أمس كربط بين ما حصل أمس واليوم، موقع العمارنة هو من أشهر المواقع المصرية القديمة في وسط النيل، وذكرت تحدثنا بشيء من التفصيل عن النصوص أو رسائل العمارنة، موضوعاتها وعددها، وبينا أنها تعود إلى حتما إلى القرن الرابع عشر وإلى نحو 1360 و 1336. الآن إذا أردنا التحدث عن هذا العصر، فهناك وثائق أخرى أيضاً ترفض رسائل العمارنة، هي ليست الوحيدة، وإنما هناك وثائق أخرى بلغات عديدة. لدينا في الجانب الأساسي وثائق المصرية التي تعود إلى تلك الفترة، المرحلة الوسيطة، ثم لدينا نصوص الحورية والحثية أتينا على ذكرها، أضيف النصوص الأوغاريتية التي اكتشفت في مدينة أوغاريت، فهي أيضا تفيد في توضيح الأوضاع التي كانت قائمة بين كل هذا العدد من الممالك التي ترونها، من مصر إلى ختي وبابل، آشور، أرزاوة، ألاشيا، وعشرات حكام المدن في بلاد الشام. فلا يمكن الحديث عن تاريخ القرن الرابع عشر بدون مراسلات العمارنة، ولكن هناك وثائق أخرى أيضا يجب أن ننتبه إلى وجودها. كيف كان الوضع السياسي آنذاك بشكل عام؟ الوضع السياسي واضح أن مصر كانت هي، أردت في صورة كتابي مراسلات العمارنة أن ننبه بعض الزملاء، البارحة جينا على ذكره،
يمكنهم تنزيل الكتاب بصيغة PDF من مدونتي الخاصة فقط للتذكير. بعدها ننتقل إلى الوضع السياسي، فسنرى أن مصر هي القوة بعد المصادر، أيضا سنرى أن مصر هي القوة الأكبر في المنطقة، ولكن ترتبط بها قوى أخرى يمكن أن نسميها كبيرة. ثم في الدرجة الثالثة تأتي قوى سياسية أو كيانات سياسية صغيرة، هم في الواقع كانوا حكام المدن في بلاد الشام، وبلاد الشام بشكل عام كانت آنذاك تحت النفوذ المصري، أو ما أفضل أن أسميه تحت الانتداب المصري. مفهوم الانتداب المانديت، أنه يحكم المنطقة سكان من أهلها، ولكن القرارات الكبرى والأساسية والاستراتيجية هي بيد الملك المصري، فالحاكم المحلي لا يتصرف من دون موافقة الملك المصري. الآن هذه الفترة كما تعلمون نجد فيها بشكل أساسي ملكين مصريين، أمنحوتب الثالث والرابع أخناتون. لو أتينا إلى أمنحوتب الثالث سنجد أن مراسلاته قليلة العدد، 21 رسالة من أصل 350، بحساب بعملية حسابية اتضح لي أنها لا تشكل أكثر من 6% من مجموع الرسائل. فلذلك معلومات العمارنة عن أمنحوتب الثالث ليست كافية، لا بد من الاعتماد على مصادر أخرى لأنها كما ذكرت قليلة العدد. هي بشكل أساسي موجهة إلى مملكتين، إلى ملوك مملكتين، ملك ميتاني وكانت أمه منهم فهم أخواله. لدينا 8 رسائل إلى والشوكاني، عاصمة ميتاني الحورية عند منابع نهر الخابور في سوريا على الحدود السورية التركية، يفترض أنها في موقع مجاور لتل حلف وثقافة حلف وعصر حلف، أفترض أنه أن المصطلح معروف بشكل أكبر. هناك تنقب أو كانت تنقب قبل الكارثة السورية، كانت تنقب بعثة من جامعة برلين في موقع تل الفخيرية المجاور لتل حلف، وكانت هناك علامات أولى على إمكانية المطابقة، على إمكانية أن يكون تل الفخيرية هو والشوكاني، لكن التنقيبات الأثرية توقفت ولم تصل بعد إلى نتائج نهائية. ثم هناك رسائل إلى بابل كدشمن إنليل، واللافت للانتباه أن 4 رسائل من كدشمن إنليل إلى أمنحوتب الثالث كلها تدور في موضوع الزواج. في العمارنة 1 كدشمن إنليل يسأل أمنحوتب الثالث عن أخته، كانت أخته زوجة لأمنحوتب الثالث، يقول جاء سفراء بلادي إلى بلاطكم ولم يروها، ولذلك يعاتبه لماذا لم يدع الرسل البابليين يرون الملكة البابلية في الأصل، ولذلك تولد لديه شك في ذلك. والطريف أنه تبين فيما بعد أن الرسل البابليين كانوا قد اختلقوا هذه الحكاية، كانوا قد كذبوا لأنهم لم يتلقوا هدايا مناسبة كافية من الملك المصري، فعادوا إلى بابل وأعلموا الملك بأنهم لم يستطيعوا رؤية أخته هناك. ثم في رسالة ثانية كدشمن إنلي يعلم الملك المصري بأنه وافق على أن يزوجه ابنته بعد طلبه طبعا مع
معنى ذلك هو تزوج، كان متزوجا من أخته وأراد أن يتزوج من ابنته، وأرسل له هدايا يعني بمنزلة طلب اليد. فوافق الملك في رسالة ثالثة بعد فترة يقول له أنه نحن ما زلنا بانتظار أن يصل موكب من مصر لينقلها إلى مصر، ويعاتبه على كمية الذهب التي أرسلها هدية له، ويستغرب الذهب في مصر كالتراب، فلماذا هذه الكمية القليلة؟ ولماذا لم تدعوني إلى احتفال أقمته في عاصمتك؟ نوع من العتاب. في رسالة رابعة، طبعا في الرسالة الثالثة يطلب هو أيضا أن يتزوج أحد الأميرات المصريات، يعني أعطاه أخته وسيعطي ابنته بالمقابل، يريد أيضا أميرة مصرية، ولكن يبدو أنه تلقى رسالة قوية بأن المصريات لا يتزوجن من الأجانب. فتألم الملك البابلي وكتب رسالة عبر فيها عن رضاه بأن تكون مصرية ولو من عامة الشعب، ليس بالضروري أن تكون من الأسرة الملكية، ولكن هذا أيضا لم يتحقق. ثم لدينا ثمانية رسائل مع جزيرة قبرص مع ألاشيا، هي كلها لها طابع تجاري وتدور في إطار حسن العلاقات بين المنطقتين. هناك رسائل قليلة العدد مع ختي في أواخر عصر العمارنة، لأنها مع شوبيلو اليوما، وإحدى هذه الرسائل هي تعد الرسالة الأخيرة في أرشيف العمارنة. شوبيلو اليوما الملك الجديد يتمنى العلاقات الحسنة، لكن في رسالة ثانية نجد أيضا ظاهرة غريبة، أن الملك الحثي صار يتجرأ، أو بمعنى يرفع صوته. قبل ذلك كل الفترة السابقة حتى السنة الأخيرة من عصر فترة العمارنة كان الحثيون يهابون المصريين. الآن شوبيلو اليوما ملك جديد وقوي وعسكري، وأحتل مناطق شمال سوريا، ولذلك يستغرب أن أرسلتم إلينا رسالة وكتب فيها اسم الملك المصري قبل اسم الملك الحثي، وهذا لا يجوز وقد يهدد العلاقات بين المملكتين. الآن لو عدنا واحدة واحدة لنتعرف على طبيعة العلاقة بين مصر وهذه الممالك. كما ذكرت العلاقات المصرية، هذا الكتاب أيضا فقط للتذكير، ننتقل إلى منحوتب الثالث وعلاقاته مع مملكة ميتاني. كمان هذه الخارطة تذكير بالأمس لنعرف مدى اتساع النفوذ المصري في مناطق كنعان، شملت مناطق فلسطين ولبنان كلها. وكما ذكرت البارحة هذا المثلث المقلوب، هنا موكش، إيمار، وحتى قادش. لاحظوا هذه المنطقة الصغيرة شمال سوريا، منطقة المحيطة بإدلب، تجدون فيها حوالي 7 أو 8 ممالك: أمورو، سيانو هنا، أوغاريت هنا، موكش، إبلة لم تكن ذات أهمية، نخشي، قطنة، قادش. منطقة صغيرة تتقاسمها قوى عسكرية سياسية، بعضها يتحالف مع الآخر، يتعادى خصومات، منطقة غير مستقرة في سوريا، بعضهم يتحالف مع مصر، بعضهم مع الحثيين، في منطقة وضعها مضطرب جدا. بينما شرقي الفرات
منطقة مملكة ميتاني وعاصمتها والشوكاني تل الفخيرية كما ذكر هنا probably أو possible location. هذه المنطقة كانت مستقرة بدرجة كبيرة لوجود قوة قوية وكانت تسيطر على آشور. نجد هنا نينوى وآشور تحت سيطرتها، ويمتد نفوذها شمالا حتى مناطق شمالي ديار بكر حتى مناطق إيشوة. هنا كانت تحصل نزاعات حول إيشوة وكيزواتنا بين المنطقتين مع الحثيين، ولكن كما ذكرت في المرحلة الأولى من فترة العمارنة الحثيون ما كانوا يجرؤون على يغامرون بالتغلغل في مناطق كثيرة. العلاقات بين حوري ميتاني ومصر كانت حسنة جدا منذ عهد أبيه قبل أمنحوتب الثالث، منذ تحوتمس الرابع الذي كان متزوجا من ابنة الملك الميتاني أرتتما، وكان حليفا له، وكان هناك تحالف أو معاهدة لتحديد الحدود بين المنطقتين هنا في حوالي منطقة حمص قطنة، هنا مدينة حمص على نهر العاصي تماما، هنا كانت الحدود بين المنطقتين. أمنحوتب الثالث حكم فترة طويلة، لذلك عاصر ثلاثة من ملوك ميتاني، حميه ثم خاله ثم ابن خاله توشرتا، ولذلك طوال هذه الفترة الحثيون ما كانوا يجرؤون على التغلغل في مناطقهم. في أواخر عهد دكتور باسم أكثر، نعم يا دكتور، أكثر شرائح أخرى حتى نكون معا، كما أيضا لا قبل نعم هنا الآن ذكرنا العلاقات الحسنة وتنظيم الحدود ومعاصرة الجد والخال وابن الخال. في أواخر عهده ظهر في ميتاني لا ندري الأسباب لماذا تيار معاد لمصر، فكانت هذه فرصة للمصريين لينطلقوا إلى مناطق إيشوة التي أشرت إليها في أقصى الشمال وأحتلوا المناطق الشمالية من ميتاني، لكن رغم ذلك بقيت ميتاني راسخة وتمتد على منطقة واسعة. القوتان الأساسيتان آنذاك مصر وميتاني، ولمزيد من توطيد العلاقات بين المملكتين كان لابد من مصاهرة جديدة. هذا الأسلوب كان متبعاً في الشرق القديم على نطاق واسع في معظم الممالك، لذلك ابن خاله تشرتا أرسل إليه ابنته تادو خيبة، هذا محبوبة الإلهة خيبات الإلهة الحورية، أرسلها إلى مصر لتكون زوجة للملك المصري، ولكن يبدو أن الزواج لم يتم. ماذا حصل بعد سنرى في عهد أمنحوتب الرابع. الآن لو انتقلنا إلى العلاقة مع أرزاوة التي ذكرت أمس أنها في مناطق ساحلية من جنوبي تركيا، الشريحة التالية من فضلك، أيضا الشريحة التالية أرزاوة، نعم الخارطة بعدها، أظن هناك خريطة لتحديد الموقع، نعم أرزاوة كما تلاحظون هي في مناطق مقابلة لمصر تماماً من جهة الشمال، وكانت آنذاك تسيطر على معظم هذه المناطق الساحلية. لاحظوا في تلك الفترة لا يمكن الحديث عن مملكة حثية تشمل كل الأناضول، وإنما أيضاً البلاد كانت هناك خاتي الأساسية المركزية في الوسط في محيط العاصمة أنقرة حالياً،
لكن بالمقابل كانت هناك مقاطعات، ممالك صغيرة تحكم نفسها بنفسها، وأحياناً تتحالف مع المركز أو أحياناً تكون على خصومة معها. فيبدو أن العلاقات حسنة، كانت حسنة مع أرزاوة، لكن علاقات مصر مع المملكة الحثية لا يمكن الحديث عنها إلا في السنوات الثلاث الأخيرة من فترة العمارنة، وهي كما ذكرت قبل قليل العلاقة مع شوبيلو اليوم لم تكن بدرجة، لم تكن مستقرة على نقل. ثم لو أتينا إلى بلاد بابل، فسبق أن أشرت إلى أن العلاقات مع كادشمان إنليل كانت جيدة. مسألة الزواج لا ندري لماذا أصرار الملك البابلي على الزواج، الملك المصري على الزواج من بابلية، مجموعة من النصوص تتحدث عن هذا الموضوع، وتم الزواج مرة، الزواج الثاني لم يتم، ثم انتقل الحكم بعد ذلك إلى ملك آخر، فتغيرت طبيعة العلاقات وصارت طبيعة علاقات مملكتين، علاقات سياسية وليس مجرد علاقات زواج. الأهم في اعتقادي في نصوص العمارنة هو أنها تعكس العلاقة بين مصر وبلاد الشام بشكل أساسي، لأنه لو نظرنا إلى العدد سنجد أنه هناك حوالي 30-40 رسالة مع هذه الممالك، وأكثر من 300 رسالة، لنقل حوالي 300 رسالة مع حكام بلاد الشام. إذن النقطة الجوهرية أو الموضوع المركزي في هذه النصوص في الواقع من حيث العلاقات الدولية هو العلاقات بين مصر ومنطقة الانتداب أي بلاد الشام. بلاد الشام الساحلية والداخلية كانت مصر قد قسمتها إلى ثلاث مناطق، لنقل إلى ثلاث ولايات. في الشمال أمرو، منطقة الساحل السوري لنقل، وتشمل أمرو نفسها، صمر عاصمتها صمر، تل الكزل حاليا قرب صافيتا أو طرطوس في سوريا. ثم هناك بعدها في الشمال سيانو، إمارة صغيرة، ثم بعدها أوغاريت المعروفة، وأوغاريت هي مملكة حقيقية ولدينا أرشيف ضخم منها، ولكنها كانت مملكة صغيرة المساحة دائما. ثم جزيرة أرواد وهي نقطة استراتيجية بحرية مهمة، ثم قدشي أو قادش المعروفة من خلال المعركة التي حصلت فيما بعد بين مصر والحثيين، المعركة الحاسمة. هذه المناطق الشمالية يمكن اعتبارها بمنزلة ولاية أو مقاطعة خاصة تحت الانتداب. ثم في الوسط كان المركز في كامد اللوز في سهل البقاع في لبنان، وغالبا ما كانت دمشق التي عرفت باسم بلاد أوبي كانت تتبع لها، وكذلك مناطق الجولان السورية التي كانت تعرف باسم جاري أيضاً كانت مرتبطة بالبقاع. أما ولاية الجنوب فمركزها خزة أي غزة، وكانت تمتد حتى عكو شمالاً، عكا، وتشمل أشقلونة، عسقلان في الساحل، ويتبعها خاصر، تل القدح، ومجدة، مجدو، تل المتسلم، وشكيم، تل بلاطة، والقدس، أورشليم، ولاكش، المناطق يعني تشمل كل مناطق فلسطين. هناك مدن ضمن الجغرافيا السابقة ولكن يبدو أنها كانت تعامل معاملة خاصة،
هي المدن البحرية، هي المرافق، هي المراكز التجارية، جبلة، جبيل، شمال بيروت، بيروت العاصمة، صيدا، صيدونة، وصوري، صور في الجنوب. هذه كانت لها أهمية تجارية بشكل أساسي. وهناك مدن ممالك في سوريا الداخلية كانت غالبا حليفة لميتاني يكثر فيها الوجود الحوري، نخشي في مناطق جنوب حلب، نية وتونب على مدى مجرى نهر العاصي بدءا من مدينة حماة وحتى قرب الحدود السورية التركية، قطنا تل المشرفة بجانب حمص في الشرق، وكنزة أو كزة في غربي حمص. هذه كانت يمكن أن نقول تقف مع الميتانيين والمصريين في آن واحد، تريد الحماية الميتانية خوفا من الحثيين، وترغب في علاقات حسنة مع مصر كي لا تغضب وعند اللزوم يمكن أن تساعدها. وكذلك كانت تفعل معظم هذه الممالك. أوغاريت كانت تراسل مصر، الملكة المصرية أرسلت قارورة عطر لملكة مصر مثلا وعدة رسائل أخرى، وبالمقابل كانت تعقد اتفاقات وتقدم الجزية للحثيين لأنهم كانوا على حدودها الشمالية. هذه الخارطة في تصوري هي أوضح، سأكرر بشكل سريع. أوغاريت في أقصى الشمال، هنا تبدأ الحدود السورية التركية، جزيرة إروات، صمر عاصمة أمورو، ثم قادشونا، قطنا المدينتان، واحدة على شرق حمص وواحدة في الجنوب الغربي، ثم إرقاتة مدينة مهمة أيضا في لبنان، جبيل هي بيبلوس، بيروت، صيدا، صور، هذه المناطق الوسطى، ثم كامد اللوس ومع دمشق، ثم المناطق الجنوبية أو الولاية الجنوبية كما تلاحظون بدءا من خاسور وعكو وتمتد حتى العاصمة أو المركز خزة أو غزة. ثلاث ولايات كما تلاحظون تتبع النفوذ المصري، الولايات الشمالية كانت تهادن الميتينيين أيضا. في كل مركز في هذه من هذه المراكز، في غزة وفي كومت، نعم في غزة في الجنوب وفي كومت في الوسط وفي صمر في الشمال، كان هناك مندوب ملكي، الملك يعينه الملك المصري من أهل المنطقة، عفوا مندوب ملكي مرسل من مصر إلى جانب حاكم محلي يرضى عنه الحكم المصري، وعادة يكون هناك قصر أو ما يسمى قصر، لا ندري إلى أي درجة كان بهاؤه وعظمته. الحكام المحليون غالبا يحملون لقب حاكم، قليل منهم حمل لقب ملك، كان عليهم أن يتقيدوا بالأوامر وبالتوجيهات التي تصل من مصر، وعليهم أن يجمعوا الضرائب من الشعب من مناطقهم لمصلحة البلاط المصري. بشكل عام يمكن أن نقول أن عهده كان عهد سلام وازدهار حركة التجارة، والأوضاع كانت جيدة، ولكن بالمقابل أيضا كان عصر الفساد وعصر أن الكهنة أرهقوا الناس بالضرائب، بالأتاوات، استغلوا نفوذهم، الحكام يشتكون، الناس يشتكون، البلاط لا ينتبه، لا يستجيب، الملك منهمك بملذاته الشخصية، كان سلطان عصره، فلذلك الحياة مزدهرة اقتصاد، لكن هناك بالمقابل طبقة فقيرة وتعاني من غياب العدل وتشتكي ولا أحد يجيب، ولذلك دفع هذا كثير من الحكام أنه يعيد النظر في علاقتهم في صلتهم بمصر
ولأنه مصر لا تحميهم، مصر ولاة المصريين يستغلونهم، وهذا ما استفاد منه الحوثيون كقوة خارجية، وكذلك جماعات الخبيرو الذين كانوا يعيشون على الارتزاق والنهب وخدمة أي حاكم يدفع لهم أكثر يخدمونه. لم يكن لديهم وازع، لم يكونوا مرتبطين بفئة أو بمملكة معينة أو بجانب معين. أحب حضرتك ناخد بريك ونرجع نواصل العرض بعد البريك، ولا حضرتك نبتدي زوم جديد ونواصل مع الملك إمنحتب الرابع أخناتون؟ كما ترون، اللي حضرتك تشوفه حسب الجماهير ماذا يريدون. الشعب ماذا يريد الشعب؟ طيب احنا مراعيين وقت حضرتك لانه عارفين ان هيكون في سفر وكده وحضرتك مش عايز. نتابع خلاص. الان إمنحتب الرابع شخصيه اخرى في الجلسه دي. نعم اتفضل. تولى الحكم بعده إمنحتب الرابع هذا الحديث. تابع نعم شخصية مختلفة عن أبيه تماما، بل نقيض أبيه، ذاك الرجل الذي كان منغمسا بالملذات، لا ينتبه إلى الشعب، فساد، منافقين في البلاط الملكي. الآن يأتي رجل بعد كل هذا الخراب ويريد أن يصلح بلاده، فلذلك أنا أعتقد أن الأفضل أن نسميه داعية، ليس بالمفهوم الديني، بالعكس هو حارب الكهنة لأنهم كانوا رموز الفساد، فدعا إلى السلام، إلى العدل، وأعتقد أنكم تعرفون هذا من المصادر المصرية بشكل وافٍ أكثر، وواجه تراكم الفساد، ويذكر يقال أنه نذر على نفسه ألا يغادر عاصمته، طبعا هذا دليل حرص على أن يبقى مع الشعب وعينه على الأوضاع، ولذلك اهتم بداخل بلاده وليس بالحملات الخارجية. هذه ميزة تسجل له أنه حمى الأوضاع في بلاده، ولكن بالمقابل هذا إهماله لبلاد الشام وعدم التدخل في شؤونها وإحقاق الحقوق هنا، ترك الأوضاع في بلاد الشام في مهب الريح حتى تمكن الحوثيون من استغلال الوضع والقدوم من المناطق التركية للسيطرة على شمال سوريا. الباحثون كما تعلمون يصفون إمنحتب بأوصاف عديدة، أكثرها إزعاجاً ما رأيناه البارحة على عنوان الكتاب أخناتون الإله اللعين، يعني غير معقول، عنوان غير معقول، وليكن الرجل بأقصى درجات السوء لكن غريب لا يمكن أن يوصف، كيف هو إله وكيف هو لعين، يعني لا أدري. هناك حيرة في هذه المسألة، آراء كثيرة، هل كان رجل دين مثاليا؟ هل هو أول داع للتوحيد؟ لا تهمني مسألة التوحيد، تهمني أنه حارب الفساد، حارب الكهنة الفاسدين، المراسلات لا تشير إلى أنه كان منغلقا على نفسه، بعضهم يقول أنه عرض المكان الدولي للخطر، أفهم من هذه الجملة أنه لم يعد يقود الحملات العسكرية ويحارب بجيوش كبرى ولو على مصلحتي، على حساب مصلحة بلاده الداخلية. أعتقد أنه ليس رجل السوء، بل كان خيرا، درجة الخير لديه لتكن الله أعلم كم، لكن على الأقل أنه
سار على الفساد، أراد الإصلاح، أراد الخير لشعبه. في تصوري هناك مقومات لسلوكه هذا، فأمه تي، كنا نعرف أمه تي هي التي كانت تقود البلاد عندما كان أبوه غارقا في ملذاته الخاصة. تي كانت هي محبوبة الشعب، وهي التي تحاول أن تضبط الأمور قليلا، ولذلك هو ابن تي وليس ابن أمنحوتب الثالث إنجاز التعبير. وعندها ثم النقطة المشوقة يا دكتور، هنتوقف في هذه الجلسة ونواصل في الجلسة القادمة لكي نستمتع بهذا العرض المتميز جدا من سيادتكم. هننهي الجلسة حاليا وهنرجع نواصل فورا عقب إغلاق الجلسة دي وفتح الجلسة الأخرى. ياريت الكل يكون معنا حتى لا نضيع أي وقت من وقت أستاذنا دكتور فاروق. شكرا. Thank you.